نبدأ النشرة مع الخبر الذي أوردته صحيفة وشوشة المصرية عن أن نهاية العلاقة بين النجمة نانسي عجرم ومدير أعمالها جيجي لامارا أصبحت قريبة، وأن محاولات التفاهم بينهما وصلت لطريق مسدود. الصحيفة أوردت تصريحا عن لسان لامارا قال فيه أن علاقة العمل التي جمعتني بنانسي اختلفت تماما، خاصة بعد الزواج والإنجاب، ولم تعد الفتاة النشيطة التي كنت أتعامل معها. وباتت نانسي في الفترة الأخيرة تتدخل في الشق الخاص بعملي، وذلك بتوجيهات من زوجها الذي أصبح هو أيضا يتدخل حتى في اختيارات نانسي للأغاني. وأضاف الخبر أن جيجي قرر الانفصال بهدوء ومحبة ليتفرغ لمشاريعه الفنية والغنائية التي يجهز لها، كما ذكر الخبر استكمالا لتصريح جيجي: نانسي إنسانة رائعة وفنانة جميلة، وأنا واثق أنها ستحافظ على النجاحات التي صنعتها. متابعة للخبر، أجرينا اتصالا هاتفيا مع جيجي لامارا الذي نفى الخبر جملة وتفصيلا، وصرح للنشرة أن التعاون ما زال مستمرا، وأن ما ذكر في الصحافة يندرج ضمن إطار الشائعات والأخبار المفبركة. جيجي يستعد للسفر مع نانسي إلى تونس لإحياء 3 حفلات لمناسبة يوم الحب بتاريخ 13، 14 و15 فبراير.